يقول إذا صلى المسافر الظهر والعصر جمعا وقصرا وهو يعلم أنه سيصل إلى بيته قبل أذان العصر، فهل عليه أن يصلي العصر نافلة؟ ما دام أنه في الطريق يجوز له أنه يجمع ويقصر، ولو كان يغلب على ظنه أنه يصل في وقت العصر يجوز له، لكن كونه يصلي الظهر ويأجل العصر إلى أن يصل ويصليها في وقتها مع الجماعة هذا أفضل وأحسن، لكن الجواز جائز.